محطة بسلة 2 تحتوي على أنشطة مختلفة تقوم بإنتاج شلات الزيتون بأصنافه وأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج شلات الزينة، بالإضافة إلى شلات الفاتحة بأصنافه وأنواعه المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، محطة بسلة 2 تحتوي على معصرة للزيتون. هذه المعصرة تقوم باستلام ثمار الزيتون من سد الموصل وأصلها وبيعها للمواطنين بأسعار رسمية. تذايد تقوم باستلام ثمار المواطنين من الزيتون العائدة للمزارعين وأصلها للمواطنين بأسعار مدعومة، سعر الطن 85,000. أما بالإضافة لزيت الزيتون المنتج من دائرة البستنة، نقوم بيعه للمواطنين بسعر 12,000 للتر الواحد. محطة بستنة 2 إحدى تشكيلات دائرة البستنة وزارة الزراعة. تقوم الدائرة المحطة بإكثار وإنتاج شتلات مختلف أنواع الشتلات الزينة الفاكهة الزيتون، إضافة إلى معصرة الزيتون. كما تقوم المحطة بتزويد الدوائر الحكومية بالشتلات بصيغة الإهداء بسعر مدعوم، وتقوم باستقبال طلبة كلية الزراعة والجامعة والتعاون مع مختلف أنواع الدوائر. أنا مزارع، مزرعتي في منطقة الجيوخان، نوع الزيتون اللي عندي أربا كوين وبكوال ومنزلينو عالي الزيت إسباني. احنا من يطلع الإنتاج عندنا البستنة، احنا أصل الأقلام من عندنا أخذناها من البستنة، فهم متابعين الدكتور ومهندسين يطلعوننا على المزارع يوجهونا التعليمات نلتزم بها، فمن يطلع الإنتاج نخبرهم ينطونا موعد نجيب الزيتون يفحصونه من حيث النظافة من حيث الجودة ويستلمون من عندنا، يقومون بالعصر الطن ب 85,000 دينار، يعني مدعوم قياسين القطاع الخاص. القطاع الخاص ب 200,000 هسا يعصرونا، وما يقبلون المزارع يغادر المعصرة إلى أن يستلم الزيت ماله. العصر يكون قدام عينه مشاهدته بحيث أنه يتأكد أنه هذا الزيتون ماله، والزيتون يطلع نوعية كل جيدة بالنسبة للزيت ماله، لأن نوعية هو عالي الزيت، اللي عالي الزيت الزيت ماله يطلع جيد.